السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو خاص بتلاميذ المستوى الثالث فضاء الرياضيات. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 20 والتمارين الموجودة في صفحة 21، كل ما يخص الدرس رقم 4 بعنوان الضرب في عدد مكون من رقم واحد، الأعداد من 0 إلى 999. من أهداف هذا الدرس أن يتعرف التلميذ ويوظف التقنية الاعتيادية للضرب في نطاق الأعداد من 0 إلى 999، وأن يجد الأعداد الناقصة في عملية ضرب منجزة. إذن نبدأ بأكتشف وأتمرن. ينجز أطفال أنشطة لعبة في 3 مجموعات مكونة من 12 فردا. احسب العدد الإجمالي، انتبهوا، كما هو ممثل في الشكل هناك 3 مجموعات: المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، والمجموعة الثالثة. كل مجموعة تضم 12 فردا، يعني اللي حسبنا عدد الأفراد في هذه المجموعة نلقاو 12، اللي حسبنا في هذه المجموعة غادي نلقاو 12، حسبنا في هذه المجموعة كذلك سنجد 12. مطلوب منا أننا سنعرف العدد الإجمالي، كم عدد الأفراد الموجود داخل القاعة، أو كم عدد الأطفال أو التلاميذ الموجودين في هذه القاعة أو المشاركين في هذه اللعبة. انتبهوا، للحصول على هذا العدد يجب ضرب 12 في 3. لكي أنجز هذه العملية يجب علي أولا أن أضرب أولا الوحدات. شحال هو رقم الوحدات هنا؟ هو 2. سأضرب 2 في 3، انتبهوا، 2 في 3 أو 3 مجموعات في 2، 2 في 3. إذن العدد رقم الوحدات هو 2، ها 2 سنجزئها. إذن شحال مرة عندني؟ 2، 3 المرات، 1 2 3، 2 في 3 تساوي 6، وكي أتحقق إلى حسبت عدد المكعبات سأجدها 6. إذن 2 في 3 6، سأضعها في المكان ديالها. ثم أضرب العشرات، ثم أضرب العشرات. شحال هما العشرات؟ هما 1، وكل قضيب يمثل 10. إذن 10 في 3، يعني 3 المرات، ها 10 10 10، إذن 3 في 10 30. وسنقوم بالجمع، 30 زائد 6 تساوي 36. نفس العملية، إذا قمنا ب3 في 2 6، 3 في 1 3، نحصل على 36 فيما يخص تمرين 2. لضرب 3 في 24 نتبع الخطوات 3. انتبهوا الخطوات التالية. أولا سنضرب الوحدات، كم هو رقم الوحدات في 24؟ هو 4، سنضربها في 3. 3 في 4 كم تساوي؟ 12. إذن 12 ماذا؟ وحدة. إذن سنأخذ من هذه 12 سنأخذ 10، سنزيل 10. إذن أكتب 2 وأحتفظ بالواحد، أي أحول 12 وحدة إلى وحدتين 12 وحدات. هذا هو الأمر اللي وقعنا به. فاش ضربنا 3 في 4 عطتني 12، هي 12 مكعبا. سأستبدل 10 مكعبات بقضيب، وشحال غادي يبقى لي؟ 2، هي اللي غادي نوضعها في هذا المكان ديالها. ثم أنتقل كخطوة ثانية إلى ضرب 3 في العشرات، اللي هو رقم العشرات هو 2. إذن 3 في 2 تساوي 6، 6 زائد 1 أو العشرة، 6 عشرات هذه زائد 10 اللي تم استبدال المكعبات بها تصبح 10. إذن هذا يساوي 72. هذا الشيء هو الأنشطة الموجودة في صفحة 20. ننتقل الآن إلى باقي الأنشطة والتمارين الموجودة في صفحة 21. تمرين 3، يمكن استعمال نماذج لأستعين بها لضرب عدد من رقم واحد في عدد أكبر وأحسب 2 في 357. لدي مجموعتان من 357 مكعبا. انتبهوا، شوفوا 3 ديال الصفائح يعني 300، 5 قضبان يعني 50، و7 ديال المكعبات. إذن أول حاجة نفس المجموعة هنا، نفس المجموعة. أول حاجة سنضرب 2 في ماذا؟ في الوحدات. 2 في 7 تساوي 14،
أكتب الواحد الأربعة وأحتفظ بالواحد. كيف سأحصل على ذلك؟ إذا قبضت هاد السبعة ديال المربعات وجمعت معهم هاد السبعة ديال المربعات سأحصل على 14. إذا سأحتفظ بالأربعة. إذا هاد 14 إلا فككتها غتعطيني 4 وحدات وعشرة واحدة. هاد العشرة واحدة يعني غناخد 10 ديال المكعبات وغنسبب لهم بواحد القضيب، هي ديك العشرة اللي كنحتفظوا بها أنا. في كمرحلة تانية سأقوم بإثنان في خمسة. إذا دابا غادي نحاول نضرب العشرات. إذا كان عندي خمسة هنا وعندي خمسة هنا، إذا أصبحت لي 10 زائد الواحد اللي بقى لنا، القضيب اللي استبدلناه في الأول، غتولي عندي 11. إذا سأكتب الواحد وأحتفظ بالواحد. هذاك الواحد سأستبدله بصفيحة أخرى، هو الأمر اللي حصلنا عليه دابا. إذا عندنا 4، من بعد ما استبدلنا بقاو لنا غير 4، عاود تاني في هادو غنحيد 10 غادي يبقى لي غير واحد. إذا فاش حيد دوك العشرة استبدلتهم، كانوا عندي 6 غادي يوليو عندي دابا 7. إذا 7 1 4، هذا هو المطلوب مني في هذه العملية. آخر تمرين في الصفحة 21، أستعمل جزء لأقدر الكل. أعد عدد الخرفان في الصورة الصغيرة وأقدر عدد الخرفان في الصورة الكبيرة. إذا هذه الصورة الصغيرة إذا حسبنا عدد الخرفان سنزيد 10. مطلوب مني أن أقدر عدد الخرفان الموجودة في الصفحة في الصورة الكبيرة. إذا أقدر، ماشي بضرورة داك العدد اللي قلت غادي يكون صحيح، حيت مجرد تقدير. مثلا سأقول بأن هناك مثلا 80. هذا غير اقتراح، مجرد اقتراح 80. ولكي أتأكد وأتحقق من هذا الاقتراح، أحسب بتجزيء المجموعة إلى مجموعات من 10 خرفان وأعد عدد المجموعات من 10 ثم ما تبقى. إذا مو مطلوب مني أنني سأجزئها إلى 10 خرفان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا سأجزئها. هالمجموعة الأولى، المجموعة الثانية 3 3، إذا هكذا 10. إذا سأجزئ هادو إلى مجموعات من 10. إذا هالمجموعة الأولى، هالمجموعة الثانية 6 10. نعاود نجز هنا المجموعة الأخرى، 1 2 3 4. ثم كيف أحصل على ذلك؟ كنحسب 10 3 3 6 3 9 11. ثم 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا نكون 2 5 8 10. نفس الشيء 3 6 9 10. إذا سأقوم بهذا الجزء. ثم 3 و3 6 و3 9. ثم أحسب 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 5 8 9 10. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لم يتبقى لي شيئا. إذا سأحاول الحساب، نتأكدوا. إذا عندي هنا 10. سبق وأن جزأنا إلى 10. إذا نحسب شحال من 10 عندنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا 10 في 10 تساوي 100. لم يتبقى لنا شيء.